السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة تحديات فيتو وان بيس. خلونا نبدأ. طبعا قبل لا نبدا في الاسئله نبغى نعلمكم ان احنا جمعنا اسئله جديده ما فيها من اقوى، ولكن باقي 16 سؤال من الاسئله القديمه، فلازم زي ما وعدنا الناس نجاوب عليها. حنجاوب على 16 سؤال، بعد كده حنبدا السلسله الجديده اللي ما فيها ولا سؤال من اقوى، عشان على حسب طلبكم يصير الأسئلة أكثر متعة. والحين خلونا نبدأ مع أول سؤال، بس قبل أن نبدأ الأسئلة إبراهيم ذكرهم في شروط الفيتو. طبعا الفيتو هي سلسلة أنتم تسألونا وإحنا نجاوب عليها. ممكن تسألني سؤال أنا أجاوب عليه محمد أو أحمد ما يعجبه فيصقعني فيتو، عشان إنه يقول لا أنت جوابك مش منطقي أو ما عجبني أو ما صلح لي، فيحق لي يعترض علي في 3 فيتو كل واحد منهم، أو كل واحد من عنده 3 فيتو وجولدن فيتو. هذا الجولدن فيتو طبعا اللي ما يمدي اي احد يرد، خلاص قال جولدن فيتو كل يسكت، هذا مسكت مسكت كلهم، وهذا عندنا واحد منا بس. واخر حاجه عندنا ستيل اللي قدامنا السؤال، اول ما يقول السؤال احمد من حقي انا اقدر اسرق منه هو سؤال او احمد او محمد والعكس كذلك صحيح. فهذه هي الفيتو. بس طبعا الغش اللي صار قبل كذا ما انا بيت كذا يا ابراهيم، انت اللي غشيت لو سمحت فلا تتكلم. الشغله الثانيه الستيل بعد ستيل ما يصير يا ابراهيم، تخيل قال ستيد بعد الفيتو عشان اخذ السؤال رجي قال ستيد مره ثانيه الثاني قال لي ستيد ثاني بس الفيتو. نبدا مع السؤال الاول من عندك يا محمد. لو شوغر حولت لوفي الى دميه بعد هزيمه دوفلامينغو، من سيتولى قياده الطاقم؟ حينسونا كلهم سيتولى قياده الطاقم اسب للاسف. والله بيلعب عليهم كلمتين واسب. أسب من قبل حط فاز أن يكون هو قائد الطاقم، أسب خواف لكن عنده قيادة يعني، وهم طنشين يعني ما حد منهم يهتم بالقيادة، بيكون أنه هو اللي يسم العلم حقهم يعني، وبيكون دائما هو اللي يقول لهم أنا كابتن أسب أنا كابتن أسب أنا كابتن أسب النصابة، في هذا اللي بيذكونه للأسف يعني. جوابك منطقي يا أستاذ. منطقي قنع. السؤال الثاني، لو افترضنا أن البيج مام أعطت جزء شجرة ولا أعطت أي شيء جزء من الحياة، طبعا الحياه هذه لي انا مثلا، وهذا الشيء بيرجع لي الحياه، هل يقدر يعني هل الهوميز نفسه يقدر يرد الروح؟ انا اعتقد انه لا ما يقدر، لازم بالبقمام او يغمى عليها وتفقد قوتها عشان ترجع الارواح. منطقي وقنع لان صارت من قبل مع شوجر واكثر من واحد انه مستخدم باكي لازم يغمى عليه عشان ترجع الظلال، مثل موريا مثل شوجر كل نفس الشيء. سؤال ثالث ابراهيم في نفس النطاق، هل عندما تخرج او يموت الهوميز الحياة ترجع لصاحبة؟ هذا سؤال صح. برضو لا ما أتوقع، أتوقع يرجع عند البيج مام ويمكن تأخذيتها لأن هي صاحبة القدرة وهي اللي متحكمة فيه. منطقي، أنا أوافق. أنا أوافق. عندك بيتو كله؟ عندك بيتو قول. إيه سمعنا بيتو كالحين. قل بيتو. سؤال عندك يا محمد. إيه. أوكي. سؤال عندك لك ماركو أو تيتش قبل السنتين. من الأقوى ماركو أم تيتش؟ قبل السنتين انا عارف ان قبل السنتين ماكو اقوى. فيتو تيتش اقوى بس كذا. اوكي خلاص يا حلينا فيتو. فيتو ماركو تيتش اقوى. دزه اشتري حلاوه فيتو حقك. سؤال لي انا، هاوكنز ويوستاس كيد ضد زورو وسانجي، ايش هاوكنز ويوستاس كيد الساحر ويوستاس كيد ضد زورو وسانجي؟ اوكي مع احترامي لزورو اللي انا احبه، يوستاس كيد وهاوكنز هم اللي راح ينتصرون. فيتو، زورو وسانجي هم اللي راح ينتصرون على هاوكنز ويوستاس كيد لاسباب كثيره جدا. هاكي تصلب لحق زورو ويقدر يقطع الحديد اللي عند يوستاس كيد، وشفناه زورو سواها مع مستر ون، فالماجنت هو ذا راح يفيد مع هاكي تصلب حق زورو. ايضا هاوكنز بقدرته على التنبؤ ضد هاكي التنبؤ الخاص بسانجي، سانجي راح يتفوق عليه. فانا اشوف انه اذا كان الرجل الثاني والثالث في طاقم لوفي ما يقدرون على 2 من سوبر نوفا، شلون بيصون ملوك القراصنه؟ صفقت ما يحتاج كلامه. منطقي حط صف تصفيق. انا اشوفه منطقي ليش؟ لانه يعني بعد السنتين احنا شفنا من قدرات زورو وسانجي اكثر مما شفنا من قدرات يوستاس كيد وهوكنز، فاشوف يمكن زورو وسانجي ممكن ينتصروا.
احنا هذا يعني تأييد ايه ايه لان انا لو انا المنتج كلام هذا كله عقص لا لا انا ما قلت انا اضيف ولا قلت انا عيد ولا قلت انا اعترض فانا ما ادري ايش قاعد هذا كلام قاعد انا اضيف على كلام ما قال اي شيء طيب ايش عرفني اضاف على كلام محمد انا قاعد اطالب السؤال بالاسئله السؤال لك يا ابراهيم يقول لك شانكس وتحالفاته الان ضد البحريه كلها البحريه بتفوز احسنت يعني هي صارت من قبل انا حاسب غليان هنا مع الوايت بيرد وانهزم فليش ما تصير مع شانك نفس الشيء احسنت الموجود البحريه كلها اساسا موجوده عشان يوازن بين القوى الاربعه حقت القراصنه مو عشان قرصن واحد فقط ننتقل للسؤال بعد عشان محمد نعامي بدا يدخن محمد كايدو خسر 7 مرات تتوقع مين اللي هزمه 7 مرات يعني مو لازم 7 اشخاص ممكن يكون هزم 7 مرات من نفس الشخص بس اعطيني اسماء كده اتوقع انه مجردوا شانكس الوايت بيرد والبحريه ما يستاهل السؤال محتاج بعدين الفيتو اكثر انت ما استخدمت ولا فيتو انا محمد مستخدمه اوكي محتاج حق اسئله اكثر استفزازيه من هذا هذا مو استفزازي السؤال سؤالي انا هل ميهوك كان يمتلك النصل الاسود وقت هزال وقت نزالاته ضد هل ميهوك كان يمتلك النصل الاسود وقت نزالاته ضد شانكس اعتقد اي نعم هو قاتل شانكس مع النصر الاسود لا منطقي وقت الهزال كان موجود وقت الهزال اوكي راح لا هزال وقت النزال ها 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 اللي بعده ابراهيم تانك مان او الرجل الواثب ايهم الاقوى باوند مان ولا تانك مان باوند مان لا تانك مان اقوى احس في تسديد الضربات اقوى يعني يعني تانك انا احس انه يعني كذا حق جلد وضرب فهمت طب انت تقول باوند مان اقوى ها انت قاعد تقول باوند مان اقوى تانك مان تانك مان انا قلت تانك مان تعال وايت تانك وايت الباوند تانك مان اللي هو حقه اللي قاعد يلعب دفلامينجو دفلامينجو اي والباوند مان اللي هو الدب ابو كرش اي اللي قاعد ينقص هذا ينططيه كلهم ينططون ابو كرش يعني ما يوم حق ضرب حق الضرب الكركر اي اللي تانك مان انا شو اقول طيب اوكي سؤال عندك يا محمد بما انه اوكيجي ظهر في بنك هازارد هل تتوقع اخذ فاكهة سمايلي وقدمها هدية بلاك بيرد لا 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 لانه فعليا الفاكهة كانت في الصندوق في الجليد يعني ما حد راح اخذها لا ما اعتقد ما اخذها اعطاها بلاك بيرد ما مصيرها في احد استحوذ عليها واكيد انها من جنود موريا لكن بيطلع لها شيء بعدين لك ما حيكون مهم جدا ما حيكون لها دور قوي ممكن يظل فيه احتماليات سؤالي بعده سؤالي بعده لي انا هل شيريو سينتصر على ميهوك خصوصا ان كبيرهم الذي علمهم الغدر والخيانه قصده على تيتش يعني مستحيل ولا 1% اتخيل ان شيريو يستطيع هزيمه ميهوك حتى لو بالغدر والخيانه ميهوك ليس بالشخص الضعيف الذي يغدر فيه ميهوك مفعل حذره في كل مكان حتى وعن شانكس مفعل حذره ما انسى الموضوع زيادة على كلام أحمد الشخص المقدر لهزيمة ميهوك هو زورو وليس أحد آخر يا أخي أحلى أغنية غنيتها بحياتك والله العظيم أطربتني يا رجل والله العظيم عظم على عظمة يا ملا على يا أحمد سؤال لك يا إبراهيم أسطول لوفي اللي هو تحالف معاه ولا جيش البيج مام شوف من أقوى لا لو لوفي جمع تحالفاته لا انا ما قلت لوفي اسطول لوفي اللي تحالفوا معه بدون لوفي ورابع بدون لوفي ورابع بدون طاقم لوفي ولا جيش البيج مام في تابعه لهانكوك ايام امازون ليلي قالت انه هانكوك هي اجمل واقوى امراه ايه هل هي اقوى من البيج مام توقع لا بس تعزيز للقائده ترقيع يعني ترقيع للقائدة أكيد يعني بنت ومعجبة بقائدتها والله شوف حتى أنا معجب فيها بس أنا ما أقدر أقول تعزيز يعني. يا ابن الحلال يظهر يعني. لينكم من أقوى قراصنة شوف يعني. هي أجمل أكيد ما فيها كلام صح وكقوة تأثير قدامي لو تجي البيج مام بتخوفني بمسمعت اللي تجمد من الخوف وفي هذه تجمدني من الحفة أكيد أنا بتأثر من هانكوك أكثر من البيج مام يعني إذا كان قصدها بالقوة هذه حتى قوة التجمد أكيد يعني بتجمد والله منطقي منطقي قلعة كنت بعارض بس أقرأني صراحة سؤال لي أنا يقول لك سبب الجرح اللي في عين زورو رغم أن ريلي عنده شط في عينه وعنده في صدره وزورو عنده في صدره شو السالفة شوف سبب جرح عين زورو ميهوك
ما فيها كلام ما فيها كلام. شطب جده شطب ولده ايه انه هو اللي شاطبه هنا هو اللي شاطبه علم عليه مرتين علم عليه بالشبريه ثوامه ف وجه التشابه اودا كده يحب يحط سكارف على سكارف يحب يحط علامات سكارف على الشخصيات فاودا يحب يشطب في الشخصيات يعطيهم وبالعكس يعني ما اعطي هيبه لزورو ترى هو مغمض عينه كل الشخصيات وكان اول عيال يعني شوف عندك قارب عليه وعندك ريلي عليه وعندك زورو عليه كل الشخصيات المهيبه عليها يعني تشطيبه لازم يا عمي واحد دخل قتالات هذا قاعد ينكت واحنا نجاوب اي ملاحظ انت اوه اهو هذه بنضيفها في الفيتو طيب مثل قنعه ابراهيم قول سؤال عندي يقول لك هل ممكن ان الهاك الملكي يقتل ولا بس انه يغمى عليه لا لا ما يقتل يغمى عليه فيتو الله عليك معليش الهاك الملكي عندي هذا شيء فوق ريلي حتى الهاك الملكي له استخدامات كثيره وسمعنا كثير عن حالته قتله من الرعب فالهاك الملكي يقتل إذا قدر يحرك الصخرة ويكسر الخشب أكيد يقدر يقتل إحنا مجلس مستعملات الهاكي لشيء واحد لسه باقي أشياء كثيرة أقدر أقتلك بالهاكي أقدر أخنكك فلا زال أمام الكثير ليخرج حسب ما فهمت من السؤال أن الهاكي اللي ينطلق الملكي الهالة تطلق الهاكي الملكي هل هي تقتل ولا لا؟ قلت لا طيب وإيش اللي كسر الخشب والهالة اللي أطلقها؟ أوكي الهالة أطلقها هل الهالة هذه تقتل؟ لا تحاول ترجع نفس السؤال اوكي عايز يوش بنشوف المستقبل يا سلام وسؤال عندي انا من اقوى سؤال عندي محمد مو عندي اقول انت سؤال تعكر عندي انا نسوي لك واحد استوي يلا تسوي حبيبتك سؤال عند محمد من اقوى شانكس او بن بيكمان الاقوى صراحه ما في ستيل غريب الاقوى شانكس ما يبي له واحد شانكس وبجدارة صراحة عادي ما يهمني الموضوع أنا ما يهم بلا نقاش واضح وصريح أخص والله شلون يصير النائب القائد أقوى من القائد طيب عموما إلى هنا يكون خلصنا الأسئلة القديمة وحنبدأ في الأسئلة الجديدة اللي ما فيها من أقوى فارتاحوا ريحوا راح الضغط عليكم فحنبدأ من الأسئلة الجديدة الحين حرقنا اثنين فيتو أنا وأنت إبراهيم ساعة أوكي حد عين ماشي السؤال يعني يستحق أنت بتخلص الرسالة أنت لسه ترى لك 16 سؤال المفروض باقي 14 سؤال عادي جدا أربع سؤال راح يصقع أربعة فيه طيب سؤال عندي أنا يقول لك لوفي توعد بأن يطيح بأربعة من القراء من اليونكو هذا السؤال إيه ولكنه أشار بيده على ثلاثة هل تشوف إنه تلميح من الكاتب إن لوفي ما راح يسقط شانكس ولا راح يواجهها ستيل أحسنت تفضل كلمة يونكو معناها أربعة أشار بثلاثة أشار باثنين يونكو معناها الملوك الأربعة وقال أهم شيء أن شخص ما يكون أول واحد قصده أهم شيء أن شخص ما يكون أول واحد وعندي ثلاثة قبله لكن طبعاً قلت يونكو معناها أن أنا أقصد الأربعة فما فيها مجال أن استثنى أحد منهم نايس ستيل great job إبراهيم اللقطة اللي فيها مومونوسكي شاف جاك تحت عن طريق الفيل اوكي هاو هل كانت هاكي تنبؤ لا لا مش هاكي تنبؤ هذه قدره لانه يتحكم بالفيل وقدر يشوفه عن طريق الفيل يعني قدره وليست هاكي لا مش هاكي هذا جبت حمود والله كويس ان استاذ جاك هل انت مقتنع في موت كوينا مقتنع جدا و يعني بدايه خطيره لزور انا ودي انك تفصل لانه في نظريات قايمه على الشيء هذا أنا مقتنع جدا بموت كوينا لأن كان هدفها في البداية إنه يتفوق عليها وزي ما قالوا بوها إنها بتوصل مرحلة العمر ما تقدر تتطور فالكاتب اضطر يقتل كوينا عشان يشعل نار داخل زور إنه يتوجه لملاقاة ميهوك فكان لابد من قتل كوينا عشان يتوجه زور فكوينا ماتت جدا وفي دلائل عليها إنها ماتت إن أبوها راح عند قبرها وجاب جائزة زور وما في أحد يشوف يعني المفروض إن كاتب يكيها كفلاش باك حط الساكي وحط جائزة زورو وهالشيء ما تسوي للشخص ميت لو انه في ناس كان قلت ابوها قاعد يخدع الناس بس هذا يقص على نفسه ومخاش موتها لا هي ماتت وابوها ودى هذا تراديشن مقدس عندهم فابوها مو من النوع اللي بيتلعب بالتراديشن المقدس وهو وانو نفسه وهو ساموراي هو ساموراي حط الساكي وحط الجائزة هلا بتقولوا لنا يعني حتى ابوها ما يدري ولا احد يدري هذا شيء مصيبة مصيبة شو اللي دافنين العظام مثلا ولا الكلام رغم انه في المانجا
جابوا جثتها وعليها منديل هنا في المفروض انها يعني رسميا ماتت اللي داود بيكذب علينا وما لقي له منفذ الا هذا بيرجعها موضوع ثاني. سؤال لي انا، هل تعتقد ان اليونكو لديهم قوه غير اللي احنا نعرفها؟ يعني هل حتطلع قوه جديده عند اليونكو ما شفناها من قبل؟ هو كل يونكو لازم يكون في شيء عنده يميزه، فلازم يكون في كل يونكو عنده قوه تميزه عن البقيه، فاعتقد في قوه وليست قوه واحده. الله منطج يا استاذ، منطج ابدعت برضو. روح اطلبنا اليوم، اطلبنا. طيب يا ابراهيم سؤال لك. سؤال منطق اليوم غريب. ايوه الحين حخربها، قاعد ابي اخذكم كذا اخربها الحين. ابراهيم سؤال لك، هل ريلي سياف؟ واذا كان سياف ليش ما تبارز ضد شانكس وميهوك وستيل؟ نعم ريلي سياف، واذا قسنا على هذا المقياس فميهوك اقوى منه. هل ما جاب على السؤال ده؟ إلا أنا جاوبت السؤال. هالرجل سياف نعم. ليش ما تقاتل مع شانكس وميهوك؟ ليش ما تقاتل مع شانكس وميهوك؟ لأنه في حقبة غير حقبتهم، كانوا مبتدئين لما هو كان قرصان فما قاتلهم ودرب شانكس، فلما تقاعد هم هذول ظهروا. فيتو يا حمودي كان، وأنا أقول لك الإجابة الصحيحة إن ليش حاليا يعتبر ميهوك أقوى سياف؟ لأنه زي ما قالنا ميهوك من حقبة وشانكس حقبة، يعتبرون كانوا أطفال وقتها يوم كان ريلي الشنب والسيف الأعظم. بعد ما انتهى تقاعد الرجال جاء وميهوك قال أخذ المنصب لك، بس انتهت السالفة. منطق ولا منطقي يا محمد؟ طيب حمود هلا. هل من الممكن وجود شخصية تكون أقوى من كايدو وتكون يعني في الماريجو، أو هو سر الماريجو أو هو سر الكنز الوطني أو شغلة زي كذا؟ لا حاليا وضح الكاتب أنه أقوى مخلوق، فما في غيره. يعني الكاتب قالها لنا، مو قاعد يقولها للناس. فالكاتب صنف كايدو أنه أقوى مخلوق في القصة حاليا، فمستحيل يكون في واحد أقوى منه إلا إذا سقط كايدو. ممكن يظهر لك الكاتب شخص كان أقوى منه. إضافة لأنه جاتنا كثير في أسئلة الفيديو يقول لك طيب كايدو أقوى رجل في البحر، كيف لأنه ماكل فاكهة ينزل تحت البحر ويقاتل؟ طب هو كيف يطير إذا هو ماكل فاكهة ويقاتل؟ هو قال لا يوجد مخلوق في السماء ولا شيء يسبح في البحر ولا شيء يمشي على الأرض أقوى من كايدو. ما قال لك كايدو ينزل له تحت الموية ويقاتل وكايدو يطير له فوق ويقاتل، لا. في المخلوقات في الليفلات هذه ما في أحد أقوى من كايدو. بس تهين خطين، نقطة النهاية. سؤال عند أحمد اليماني. ملك القراصنة وتحالفاته ضد اليونكو الأربعة وتحالفاته. قال اليونكو الأربعة اللي يجلدونه إلا إذا كان مع الأسلحة الأسطورية، يختلف الموضوع. إذا ما مع الأسلحة الأسطورية والله بينجلد روجر. فيتو تسند أنت واليونكو حقي، تسند أفا تسند أفا، ما أحتاج أقول لك تسند. طيب قول هذا الملك القاصنة وتحالفاته والله اللي يدكونها. وخذ لك فيتو كمان حبيبي، معليش يعني إذا إحنا قلنا أن الوايت بيت بالحالة كان يتقاتل يا بتكافؤ ايه بالحال الوايت بير، فما ما يقدر يجيب 4 مليونكم قدام واحد. لا والله معلش، لا انا اتكلم الحين عن اليونكو الحاليين، وحتى اليونكو الحاليين الاربعة. طيب عشان يصير لي حق سكتك جولدن بي 2 نتكلم عن جولدوجا بطاقمه اللي فيه شانكس وفيه ريلي وفيه ايضا سكوبا جابان، وكل واحد منهم يعتبر اسطورة. طيب مع اليونكو الحاليين اللي من بينهم تيتش وبيج مام، بيج مام وتيتش ما جايهم قدر فيتو ما تتكلم. بيج مام اللي الحين لوفي قاعد بيدكها بسرعة، تيتش في ذاك الوقت ولا الحين ما راح يفرق، كان واحد من اللي موجودين في طاقم الوايت بير يعني ولا شيء. شانكس كان وقتها متدرب عند روجر يعني قاعد ياخذ من تعليمه. هذا ثلاثة ما بقى عنده إلا كايدو، وكايدو تحالفاته ما هي بقوية، القوة عنده أهو. فأنا أقول لكم روجر وتحالفاته أقوى من الأربع أسماء اللي أنتوا عديتوها الحين، تجاوزها، ما حد فيهم قدر يوصل لإنجازه حتى. واحد منهم من طلابه، تقول أنت وياه، أنت قل السؤال اللي بعده وخلك ساكت. أهو طبعاً زقعت الجولد من البداية. سؤال عند أنا حرك كل فيتو جولدن الحين، فمالي اللي أسكت. انت باقي لك ايش؟ لاقي فيتو ولا جولدن ولا ستي؟ مره انت اوت اوف سيرفيس؟ اوت اوف سيرفيس. عدي اللمبات. اوكي راح. بس خلاص انا ما باقي الا 6 اسئله تقريبا. زين امورك تمام يعني. ابراهيم هل تتوقع عوده ايس للحياه؟ نو واي. ابدا. ما في اي تنسي في ون بيس؟ لا 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 مستحيل.
اساسا بالنسبه لي حتى لو رجع بتكون خايسه جدا وغير محببه. سؤالك يا محمد، هل ماجلان بقوه يونيكو لوحده؟ ايوه 1 اون 1. اه لا لا ما حيوصل لقوه يونيكو، لكن هم قالوا ان يعني اكاينو يعني ماجلان بقوه ادميرال، والادميرال يعني المفروض اذا مو اقوى من اليونيكو فهو بقوته على الاقل ينافس. وشفنا كيف تجابه الوايت بيرد مع اكاينو في الحرب المارين فود، فمفروض ان يعني الادميرالات اذا مو بقوه او اقوى منهم على الاقل بقوه ما يقارب منهم، فانا اشوف ماجلان قوه يونيكو. سؤالي انا، كيف قدر اوكيجي يسبب العلامه هذه على اكاينو، او انه ما سبب علامه اكاينو؟ لان اللي باين في اكاينو انه حرق وليس يعني انه فقد شيء. بس تعال، مو باوكيجي اللي حط العلامه على اكاينو. امين اودا. هذا خلص الفيديو، خلص الفيديو قام يستضرب. طيب، على حسب معلوماتي انه في درجه بروده تصلخ الجسم، في درجه من درجات البروده اذا من الجو البارد ممكن تموت لك الخلايا وتصلخك وتقطعك وتفقد حتى اعضائك فيها. فاوكيجي حتى حده الاسلحه اللي معاه برضه تجرح وتصلخ وكل شيء، فمنطقيا اوكيجي يقدر يسوي ذا الشيء، بس انا مستغرب انه كيف قدر يتجرأ ويسوي علامات على اكاينو زي كذا. توجم فيتو، خلنا توجم بس بعدين قل فيتو. تصلخ اي تسلخ، والمقصود فيها التحرق. ها عشان طبعا البيتو حقي مو على ذا البيتو، ان اوكيجي يقدر مو بيحط علامه علامات على اكاينو لو سمحت. سؤال عندك يا ابراهيم، هل يستطيع اللاو سرقه قلب بروك الذي لا يملك قلب؟ واو سؤال مستقعد. تسمح لي اجاوب عنك؟ لا. يقول لقد سرق قلب، معني ليس لدي قلب. اه يلا جاوب. يعني المقصد هو هل يقدر يفشخ؟ ما يقدر، ما عنده قلب شلون يفشخ؟ طيب ولا تشامبلز ولا تشامبلز يبدل مكان بمكان، ايش دخل؟ تخيل وشو تشامبلز يبدل مكان، يعني انت هاي الكاميرا هنا انا هنا اسوي تشامبلز؟ لا مو تشامبلز، لا ذيك سوا في الشخصيات اللي خلى نامي سانجي وسانجي. هذا ما له دخل الا بالقلب. لا بالقلب نقل قلب مكان بعد، ما يقدر على بروك، حتى بروك ما يقدر، ما عنده قلب. ايش يسوي شلون جون ينقل؟ هذا ما عنده شيء، لا عيون لا قلب ولا حاجة. اكبر دليل على هالشيء ان لما هاجمت ذيك نيجاتيف على اوسوك قال ما تاثرين فيني انا نيجاتيف اساسا. في ثغرات يعني، في ثغرات في ثغرات. إيه؟ سؤالك يا ابو حميد، لماذا اذا شرب الحليب بروك يتعافى وعظامه ترجع تمام الا الشق اللي في راسه هذا اللي يفتح بول جمجمه ما يتعافى؟ لان كل شيء قصه هو. كل شيء هو قصه. إضافة ذاك اللي هو أصلا بروك عاجبه مخليه جيب معاه، ما يبغى يفك، ما يبغى يتعالج أصلا. فتحة سرية يا جماعة. هذا مخرج ود هذا. حقيبة بروك إيش فيكم عليها يا جماعة؟ خلوها بعد رضى على حقيبة نامي. لا لا فعلا فعلا أغلب كسور العظام تتعافى وتلتئم بالكالسيوم، بالكالسيوم ما عدا كسور الجمجمة، فمهما الجمجمة يعني لو سووا لها عمليات أو كذا تبقى الكسور فيها. يعني جاكي شان لما جمع سيف هارفي خلاه يلمس أماكن كسور في جمجمته حتى العمليات ما أصلحتها، فكسور الجمجمة ما تلتئم، يلتئم اللي حوله بس يبقى مكان الكسر. حتى الفتحات اللي تصير في الجمجمة ما تلتئم لا بالكالسيوم ولا بغيره. لما تتضارب مع أحد تطق على راس، تطق في مكان لا راس. عشان كذا حرم الضرب على الوجه، الله حرم، الله سبحانه وتعالى حرم الضرب على الوجه. واعتقد ان هذا المام من اودا بعلم التشريح، اذا استبعدنا الكوميديه من الموضوع، يعني لو حبينا نجيب لها تفسير منطقي. منطقي لا كذا اكثر منطقيه. سؤال لي انا، هل من الممكن ان يوقظ شخص فاكهته بدون وعي؟ نعم ممكن يوقظ الشخص فاكهته بدون وعي، يعني يكون مثار عصبيه وكذا يكتشف التقنيه ويسويها بعدين يعرف ان هذا الشيء اسمه ايقاظ، ما بي يعني نفس لوفي لما ايقظ الهاكي الملكي ما كان يعرف ان هذا اسمه هاكي ملكي، استوعب بعدين ان اللي سواه هو هاكي ملكي. منطقي منطقي. سؤال الاخير اليوم لك يا ابراهيم، هل طبعا انا شوف انا بحرق اوراقي راح اسكك جولدن فيتو عشان اجاوب انا بس ما عندك تعتبر ما عندك تسك نفسك جولدن فيتو. هل احد السوبر نوفا المتحالفين مع كايدو يكن بالولاء والطاعه لكايدو ولا كله؟ يعني اعطينا وجهه نظرك ايش السوبر نوفا على حقين كايدو.
كل قول الفيديو لا لا ما امزح معك امزح معك لا انا ما مركز السؤال طيب بس عزيزي هل احد السوبر نوفا اللي تحالفوا مع كايدو اللي هم مثلا سكراتش من ابو وديناصور دريك بس لا لا دريك اكس دريك اكس دريك هل احد منهم فعليا يكن الولاء لكايدو ويحترمه ولا فقط نيها لا ما هي مصالح وتحالفات فقط ليس الا يبي مصلحته جولدن فيتو جولدن فيتو ما عندك سالفه اسمع شوف لا والله بعليها شوف أصلاً أودا ما جاب لك الـ 11 هذولي وسماهم الجيل الأسوأ والسوبر نوفا إلا أنه الـ 11 هذولي أبداً مستحيل أنهم إيش يخضعوا لأحد الـ 11 شخص هذولي تجسيد للإرادة الجديدة والنيو جينيريشن اللي ما راح يتبعوا أي أحد فمستحيل يعني فهذولي كلهم لن يكنوا بالولاء لأي شخص ممكن يحترمون يتحالفون نعم لإرضاء مصالحهم وأشغالهم السياسية والأشياء اللي يحتاجونها أما فعليا يكن الولاء لشخص مستحيل وبكذا يصير خلصنا 30 سؤال معانا في هذه الحلقة من تحديات فيتو طبعا شكرا لكم لجمع الأسئلة الجميلة هذه شكرا لأسئلتكم الحلوة كثروا كثروا في السناب إن شاء الله نجمع ونسوي ونتابع يعني من أقوى أنا ما استخدمت فيها الفيتو عشان سنها كلها من أقوى من أقوى لا هذه حلوة باب احتمالات لو الجاي البداية كان يمكن راحت الفيديو حقك الجاي أحلى صدقوني النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسون الاشتراك في القناة وتر اللايك والشير ونشوفكم على خير.